ناس كتير بتخلط بين السيدة زينب والسيدة نفيسة. زينب تبقى بنت سيدنا علي، يعني أخت الحسن والحسين، إنما نفيسة تبقى بنت الإمام الحسن ابن زيد ابن الإمام الحسن ابن علي ابن أبي طالب. اتولدت في مكة سنة 145 هجرية، وعاشت وكبرت في المدينة المنورة. السيدة نفيسة كانت دايما بتروح المسجد النبوي وتستمع لشيوخه وتتعلم الفقه من علمائه، وده اللي خلى الناس يلقبوها بنفيسة العلم. ده كمان بالإضافة إلى إنها حجت 30 حجة أدت معظمها وهي ماشية على رجليها، وكانت بتحرص على الصوم وقيام الليل. معظم شباب آل البيت اتقدموا لها عشان يخطبوها، لكن أبوها ما كانش بيوافق على حد فيهم، لغاية ما تقدم لها ابن عمها إسحاق ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي السجاد ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، واتجوزته سنة 161 هجرية وخلفت منه القاسم وأم كلثوم. وفي عام 193 هجرية جت السيدة نفيسة مصر، وكان عمرها وقتها 48 سنة، وكان معاها أبوها وجوزها وأولادها، وكانوا جايين مصر عشان يزوروا آل البيت. ولما عرف المصريين إن السيدة نفيسة جاية خرجوا لاستقبالها في العريش ووصلوها لحد القاهرة. المصريين حبوا السيدة نفيسة جدا، وكانوا دايما بيروحوا لها يطلبوا منها الدعاء، خاصة المرضى منهم. السيدة نفيسة كمان ما قدرتش تسكت عن الظلم، وقادت ثورة الناس على ابن طولون لما استغاثوا بيها من ظلمه، فكتبت له ورقة، ولما عرفت ان موكبه بيمر خرجت له، ولما شافها نزل من على حصانه فادت له الورقة اللي كان مكتوب فيها: ملكتم فأسرتم، وقدرتم فقهرتم، وخولتم ففسقتم، وردت إليكم الأرزاق فقطعتم، هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نفاذة غير مخطئة، لا سيما من قلوب أوجعتموها وأجساد عريتموها، فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم، واعملوا ما شئتم فإنا إلى الله متظلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فتأثر ابن طولون بكلامها بشدة، ومن وقتها طبق العدل بين الناس. كان المصريين دايما بيروحوا عند السيدة نفيسة عشان يتعلموا منها أصول الدين والفقه، لدرجة إنها حست إن ده شغلها عن عباداتها اللي متعودة عليها، فقررت إنها ترجع الحجاز، لكنها تراجعت بعد ما شافت رؤية لرسول الله في المنام، وقال لها: لا ترحلي من مصر، فإن الله تبارك وتعالى متوفيك بها. وقيل إن السيدة نفيسة حفرت قبرها بإيديها في بيتها، وكانت بتنزل فيه وتصلي كتير، حتى إنها قرت فيه المصحف 190 مرة. وبعد 7 سنين من إقامتها في مصر مرضت وكانت صايمة كعادتها، فطلب منها الدكاترة إنها تفطر، لكنها صممت على الصوم عشان تقابل ربنا وهي صايمة، وبدأت تقرأ سورة الأنعام في خشوع لحد ما فاضت روحها لخالقها.